رمضان أهلا. رمضان هل هلاله لكن بطرق غريبة في دول كتير مع تنوع ثقافات الدول العربية والإسلامية. خلال شهر رمضان المبارك يوجد الكثير من العادات الرمضانية المختلفة والتي تعبر عن ابتهاج هذه الدول بالشهر الفضيل. هنبدأ بمصر. تتميز مصر بالمظاهر الرمضانية التي تختلف بشكل كبير عن الدول العربية الأخرى، خاصة في استمرار المسحرات حتى الآن. والمسحرات هو الشخص الذي يدق على الطبل قبل آذان الفجر بساعة أو أكثر لإيقاظ المواطنين كي يتصحوا، فيما تعد المظاهر الأشهر وهي الفانوس الرمضاني المعروف الذي مر بمراحل عدة حتى تعددت أشكاله في الوقت الراهن، وأصبح يحمل أسماء شخصيات سياسية وفنية ورمضانية، حيث ظهر هذا العام فانوس محمد صلاح لاعب ليفربول وتزيين الشوارع بالملصقات التي تختلف من منطقة إلى أخرى، فضلا عن شراء اليانيش وهي المكسرات والخامات الخاصة بالعصائر والمكسرات والعرقسوس. أما في السعودية فرمضان له جو روحاني خاص ربما لا يوجد في غيرها من بقاع العالم الإسلامي، وذلك لاحتواء تلك الديار على الحرمين الشريفين. إنه من أهم العادات الاجتماعية المتعارف عليها في المملكة تزيين المنازل بالفوانيس وكذلك موائد الإفطار، هي أحد مظاهر الشهر. وعادة أهل المملكة عند الإفطار يتناولون التمر والرطب والماء ويسمونه فكوك الريق، وبعد وقت قصير من انتهاء أذان المغرب يرفع المؤذن صوته بالإقامة فيترك الجميع طعامهم ويبادرون إلى الصلاة، وبعد الانتهاء من صلاة المغرب ينطلق الجميع لتناول وجبة الإفطار الأساسية التي يتصدرها طبق الفول المدعوم بالسمن البلدي أو زيت الزيتون، حيث لا ينازع في هذه الصدارة طعام غيره. وقبيل صلاة العشاء والتراويح يشرب الناس هناك الشاي الأحمر ويطوف أحد أفراد البيت بمبخرة على الحاضرين. والآن في المغرب يقوم أهل المغرب بضرب النفير 7 مرات للسحور بمجرد التأكد من ظهور هلال رمضان، لتنطلق ألسنة الناس بالتهنئة بجملة عواشر مبروكة أي أيام مباركة مع دخول شهر الصوم بعواشره 3: 10 الرحمة و10 المغفرة و10 العتق من النار. أما عن أغرب العادات فهي في أوغندا، حيث يضرب الزوج زوجته على رأسها، وربما يراها البعض غير مناسبة للشهر الفضيل، لكن الشعب الأوغندي وتحديدا الرجال في قبائل اللانجو الأوغندية ما زالوا يحافظون عليها، حيث يقوم الزوج بضرب زوجته على رأسها قبل الإفطار، ومن ثم تقوم السيدات برضا منهن بإعداد وجبة الإفطار. أما عن السودان الطيب فهناك ما يلفت النظر عند أهل السودان، حيث أن ربات البيوت اعتدنا على تجديد وتغيير كل أواني المطبخ احتفالا وابتهاجا بقدوم شهر رمضان. وحالما يتم الإعلان عن بدء شهر الصوم تبدأ المساجد في إضاءة المصابيح الملونة على المآذن والأسوار، وتظل الأضواء الخاصة طوال ليالي شهر رمضان، كما تبدأ المدافع في الانطلاق عند كل أذان مغرب معلنة حلول موعد الإفطار، وأيضا قبل الفجر تنطلق للتنبيه على الإمساك. هو من المعتاد في هذا البلد تأخير أذان المغرب وتقديم أذان الفجر احتياطا للصيام.